تقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنوياً عن معدلات الإدمان العالمية يشير إلى ارتفاع أعداد المدمنين إلى نحو 27 مليون مدمن، وفي مصر بلغ عدد من تعاطوا المخدرات حوالي 6 ملايين شخص معظمهم من فئة الشباب. تجربتي مع الإدمان قعدت حوالي 10 سنين تقريباً، كان عندي يعني باخد مخدرات أول 4 سنين منهم كان يعني على فترات، حد من صحابي يديني حاجة فاخدها، في موجود يعني مش موجود ما بسألش، لحد ما وصلت ان انا بقيت اخد الهيروين. كان يمكن كان اكتر حاجة كانت بتوجعني في كل قصة المخدرات دي عدم احترامي لنفسي وعدم احترام الناس ليا. كل حاجة ضاعت مني بسبب المخدرات، يمكن خسائر مادية كتيرة قوي بس كانت الخسائر النفسية كانت اكتر. يعني كان في الاول الموضوع بالنسبة لي عادي وما كانش فيه مشاكل، بعد كده لقيت ان حياتي كلها بقت يعني بعرفش اعمل اي حاجه في حياتي ولا في اي حاجه مفيده في حياتي غير لما يعني لازم اخد المخدر ده، ووصلت ان انا بعمل حاجات ممكن اسرق، ممكن اعمل مشاكل في البيت، ممكن امد ايدي على اهلي عشان خاطر ان انا اخد المخدرات. بتمنى الموت كل لحظه، مش عارف اوقف، مش عارف اكمل، مش عارف اعيش بمعنى اصح. علاج المدمنين واعاده تاهيلهم في المجتمع عمليه تاخذ العديد من المراحل، تبدأ بالعلاج الطبي والتخلص من السموم، ثم العلاج النفسي والسلوكي حتى يتمكن المريض من الاندماج في المجتمع مرة أخرى. الاضطراب التعاطي يسمى هو الاعتماد على المواد المخدرة، ما يسمى في ثقافتنا المعتادة الإدمان، أي أن جسم الإنسان يكون غير قادر على الأداء على المستوى الفسيولوجي أو البيولوجي وكذلك الأداء والإنجاز في المجالات المختلفة إلا من خلال الاعتماد على تعاطي المادة المخدرة. هذا يعتبر الاعتماد الجسمي، بينما هناك الشق الثاني وهو الاعتماد النفسي، وهو الأكثر صعوبة والأخطر والأصعب والذي يستغرق وقت كبير جدا من العلاج. دور الأسرة بيبقى مهم جدا في العلاج. من أكثر التحديات أو المشاكل اللي تواجهنا ما نلاقي أسرة مش متعاونة أو أسرة مش على درجة ثقافية جيدة تساعد على عملية التعافي. احنا بنحاول داخل المجتمع العلاجي ان احنا بنخلق بيئه صحيه في العلاج، بيئه نقيه، بيئه مشجعه على التعافي او على العلاج. لما ما نلاقيش البيئه دي داخل الاسره احنا ساعات بنواجه بعض الحالات بيبقى في مشاكل كتيره في الاسره. يمكن ده محور من محور العلاجيات اللي داخل في اطار البرامج العلاجيه، ان يعني يبقى في تدخل في الحته الاجتماعيه او تدخل علاجي في الجزء الاجتماعي. مؤسسات الدوله ومنظمات المجتمع المدني تقوم بدور فعال في التوعية بمخاطر الإدمان ومشكلاته، ولكن مع ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات وانخفاض سن التعاطي بين الشباب والمراهقين فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد لإنقاذ آلاف الأرواح من الموت البطيء. أول مرة في حياتي اللي أنا أحس بجد اللي أنا بني آدم لما دخلت أبطل. أوعى تكون بتبطل من ورايا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وطبعا زي ما شفنا في التقرير حقائق مؤسفة، 6 مليون مدمن في مصر معظمهم من الشباب، يعني في كارثة بتحصل. دايما احنا بنقول ان الدولة بتعتمد على الشباب، الشباب هم المستقبل، هم اللي هيبنوا بعد كده، لما اللي هيبنوا دول يكون في منهم هذا العدد من المدمنين يبقى احنا في كارثة حقيقية. خلونا نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور خالد الدباغ استشاري علاج الادمان. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. برحب ايضا بالاستاذ اشرف نبيل مدير قطاع تدريب احدى مراكز علاج الادمان. اهلا بك استاذ اشرف. اهلا وسهلا. في البداية كده دكتور عايزين نتكلم على موضوع الإدمان بصفة عامة، حضرتك شايف نسب العلاج مرتفعة أم في انخفاض أم ماذا؟ طيب والسؤال ده ما نقدرش نقوله بالتحديد، هو نسب العلاج مرتفعة لمن يمارس العلاج بنجاح أو الطرق العلمية الحديثة في استخدام الطرق العلاجية. خلينا نقول إن في الحمد لله نتائج إيجابية كتيرة جدا، وفي علاج، وفي علاج حقيقي، وفي علاج محترف، بس نتوجه لمين؟ نروح لمين يقدم لنا الخدمة؟ هو ده السؤال.
يمكن أجل الكلام ده لنقطة تانية، بس خلينا نتكلم عن مرض الإدمان. هو فعلا زي التقرير ما قال ملايين، دي حقيقة، خصوصا من بعد الثورة كمان طبعا الحدود كلها بقت مفتوحة، ملايين أقراص الترامادول بل مليارات الأقراص تم ضبطها، وانخفض كمان سن الإدمان. يعني الأول كنا عارفين أن سن الإدمان بيتراوح من معدل لسن 25 لسن 35، النهاردة بقينا نستقبل مرضى في سن 14 سنة وال 15 سنة. بسبب ايضا ان دلوقتي في بعض المخدرات رخيصه، وخصوصا حضرتك اشرت الى الترامادول، واحنا بقالنا 3 سنين بنسمع ده مدمن ترامادول، دول بيبيعوا ترامادول، ده ناس مثلا ايه الترامادول؟ كارثه. الترامادول حضرتك ده عقار افيوني، عقار شديد التخدير، شديد الادمان، عالي الخطوره، يدمن ولا يستعمل. يدمن ولا يستعمل. بمعنى يدمن هايلي ادكتيف، عقار ادماني. بمعنى بيدمن بسرعه يعني. بالظبط كده. وانس ان انا مديت ايدي عليه سهل قوي ان انا يحصل عليه تعود جسدي ونفسي وعقلي، والمشكله ان حتى لما الناس بتيجي تحاول تبطله بتفوجئ باعراض انسحابيه رهيبه. يعني زي ايه؟ خلينا اول نقول بس خطوره تعاطي ماده الترامادول. الدراسات الحديثه، وفي دراسات دكتوراه كتير قوي ريسنتلي اتعملت في قصه الترامادول. اولا عقار مسبب رئيسي للصرع بكل اشكاله، الصرع بكل اشكاله، البيتي مال وجراند مال وستاتس ابيليبتيكس. في دراسات اتعملت ان هو مسبب رئيسي للشيخوخه المبكره، بريماتور ايجينج، بيعمل شيخوخه للخليه. لان هو عقار بيسد او بيقفل حاجه اسمها زيتايتي سنتر، مركز الجوع، بيخلي الانسان ما ياكلش. بتلاقي مريض الترامادول ممكن يقعد بالتلات واربع ايام ما ياكلش بدون السكريات بس. فمع الوقت بيحصل ضمور لخلايا جوه، ايجنج، الخلايا نفسها بتشيخ. في دراسات مطوره جدا وحديثه وايفيدنس دلوقتي ان هو مسبب رئيسي للعقم في الرجال والسيدات. يعني بالنسبه للسيدات هو دلوقتي مسؤول برضو مسؤوليه عن اللي بنسميه الاجهاض المتكرر، ريكارنت ابورشنز، والديفورمتيز اللي بتحصل في الاجنه. بالنسبه للرجال بالظبط كده، تشوهات الاجنه. بالنسبه للرجال بيقلل نسبه الحيوانات المنويه، بيكيل ذا سبيرم زي ما بيقولوا. وده طبعا بيسبب عقم. بالظبط كده. مع ان جرى القصه يقول لك ان هو بياخده علشان العمليه الجنسيه، في ناس تقول لك اصلا اخدته عشان العمليه الجنسيه. لا، في وعد ان مع الوقت انت مش هتقدر تعمل حاجه اساسا. بيعمل حاجه اسمها انديفرنس، يعني حتى في مشكله في العلاقه، وده من قبله مرض كتير جدا بتطلب العلاج، بيقول ان هو بقى عنده مشكله في القصه دي. مع انه اخده الاول او الخدعه انه اخده عشان. طب يا دكتور، ايه موضوع ان الترامادول ده مسكن؟ في ناس بتقول ان هو بياخدوه مرضى السرطان، مرضى او السرطان اللي عندهم مشاكل في العظام. الترامادول لما نزل اساسا هو نزل او كان يعني كان شرعي لمين؟ لمريض السرطان كمسكن للالام. بس هو مسكن افيوني، واي حاجه فيها ماده الافيون هايلي ادكتيف، لازم تعامل بحذر. يعني انا بلوم وبعتب على اي دكتور ان هو يستسهل ويكتب لمريض عقار الترامادول كمسكن كالم بعد عمليه. لا يا جماعه، في مسكنات بديله جدا وامنه جدا. لكن في مرضى بتيجي كتيره جدا يقول لك اصل هو كان عامل عمليه غضروف او عامل حادثه فالدكتور مشاه على الترامادول. نلاحظ ان هو بعد 5-6 سنين بياخد عقار الترامادول ومش بياخده كعلاج قرص مثلا. هو بقى ادمنه. بالظبط كده. بنفوجئ ان هو بياخد 11، في ناس توصل ل 11 قرص ترامادول في اليوم. 11 هو بالزبط. دكتور، هو المريض اللي بياخد الترامادول ده بيحس بايه بيخليه عنده رغبه ان هو ياخد قرص تاني وتالت؟ طيب عايز اقول لك حاجه. لا، هو عشان نتكلم، بص، المخدرات لازم او العقارات الادمانيه لازم بتدي وعد للمريض، يعني او مش وعد، يعني عايز نسميها فيك، حاجه زي خدعه. الترامادول بيقول لك مثلا بيديني احساس بالطاقه. بعض الناس يقول لك تديني احساس بالاوفوريا، اعتدال المزاج. واحد يقول لك بيخليني اتكلم كويس واتحرك كويس. لا، هو المخدر جاب رجلك بس، هو بعد وقت مش هتعرف تقوم من السرير. لو ما فيش الترامادول موجود مش هتعرف تنزل تروح شغل، مش هتعرف تتكلم في التليفون. تمام. اعود لحضرتك مره اخرى دكتور خالد، بس خليني اتكلم مع استاذ اشرف. الاضطرابات النفسيه اللي اشار لها التقرير اللي شفناه من شويه، اعراض الانسحابيه وخروج السموم والاضطرابات النفسيه، انا عايز اعرف من حضرتك اولا الاضطرابات النفسيه اللي موجوده عند المدمن وبعد كده اللي بيتعالج. طيب خلينا بس يعني فيما يخص الاضطرابات النفسيه ممكن الدكتور خالد يبقى مختص اكتر مني. حضرتك بتحتك بالمرضى. انا بحتك بالمرضى في المراحل بتيجي بعد اعراض الانسحابيه، بعد التدخل العلاجي الدوائي او التدخل العلاجي الطبي فيما يخص تعافي الجسد، اعراض سحب السموم من الجسم او تنقيه الجسم. بيجي دوري في حته البرامج التاهيل وتنميه المهارات عند المتعافين. اي شخص قعد في فتره تعاطي طويله، قعد
او اي شخص حتى دخل في مشكله التعاطي في سن مبكر. شفنا ناس بقى لها 10 و15 سنه تمام. بتدمن المخدر. احنا مش عارفين برضه يعني في انواع كتير طبعا من المخدرات وانتشرت بشده بين الشباب، بس يعني ايه بعد 15 سنه يبطل بيرجع زي الاول؟ تمام. طيب في نقطتين هنا، هي بالنسبه لنا التعاطي المخدرات او ادمان المخدرات هي المحطه الاخيره، عشان كده في سؤال حتى بيتسال كتير، هو بيفرق اللي بياخد كذا عن كذا، طب الماده دي كذا، طب الماده دي، بغض النظر عن في عمليه التعيين ما بتفرقش الماده، هي بيفرق المشوار. انا النهارده الشخص ده 10 يعني سنين ما بيفرقش نوع المخدر، ما بيفرقش في التاهيل. اه تمام. بيفرق في سحب السموم طبعا من الجسم، ده كل عقار وليه الادويه الخاصه بيه. تمام. في عمليه التاهيل زي ما حضرتك قلتي 10 سنين مثلا تعاطي، هو بيحصل له عمليه ديفيشن او انحراف شويه عن النمو الطبيعي للشخصيه لمده 10 سنين. 10 سنين بيتعاطى، 10 سنين بيحاول يدور يتعاطى ازاي. اكيد طبعا هو تركيزه في حاجه واحده بس، محور حياته طبعا مش كلهم يعني، بتبقى في مراحل متاخره شويه او ما بيخش في مراحل صعبه شويه، اللي هو بقى المحور بتاعه ان هو يجيب الجرعه ازاي، او يتعاطى ازاي، او يجيب ازاي رخيص، او يجيب انهي ماده، طب الماده دي بتنقل من ماده لماده، وهكذا. النمو الطبيعي للشخصيه في علوم التربيه بيقول لك ان الجسم عشان ينمو محتاج هواء، محتاج ميه، محتاج اكل. الشخصيه عشان تنمو محتاجه احتياجات نفسيه معينه، ومحتاجه احتكاكات في الحياه. فتره التعاطي الطويله طبعا بتعمل خلل في النمو الطبيعي للشخصيه. ملاحظ ان هو ما بيخش اي حد مركز تأهيل ان في عنده مهارات كتيرة افتقدها، مهارات المواجهه، عنده مشكله في تحمل المسؤوليه، عنده مشكله في الالتزامات الطويله، عنده مشكله، عنده ترف التفكير، ما بيعرفش يرتب اولوياته كويس، ما بيعرفش يرتب اهدافه شويه، فقد اساسا ان هو يبقى عنده اهداف في حياته. عنده حته ترتيب التايم مانجمنت او اداره وقته او اداره ذاته في حياته بتبقى مش مظبوطه. ناهيك عن المشاكل النفسيه، فجزء كبير قوي من عمليه الريهابيليتيشن او التاهيل هي خاصه بتنميه المهارات. يعني حضرتك بتبدا بتنميه المهارات او بتدور على المهارات اللي كانت عنده وهو فقدها اثناء الادمان. هي جزء من التاهيل هو على تنميه المهارات. في مهارات يبقى افتقدها بقى له فتره كبيره قوي ما استخدمهاش، فما بقتش مهاره خلاص، ما بقتش قدره عنده. ما بقاش عنده قدره ان هو يعمل. زي ما الدكتور خالد كده قال ان في ناس بتخش في تعاطي مبكر، في ناس بتبقى مش عايزه اعاده تاهيل، في ناس بتبقى عايزه تاهيل اساسا. هو اساسا ما عندوش مهاره وافتقدها، هو ما اكتسبهاش اساسا. تعاطي سنة بقى 14 سنه ده ما لحقش يعمل حاجه، ده طفل. عنده مشكله في كذا منطقه، منها الجزء الطبي والنمو بتاع المخ، والدكتور خالد بيتكلم في الجزئيه ديت. في جزء تاني بالنمو الطبيعي للشخصيه، وفي جزء خاص بالسلوكيات بتاعته. تمام. طيب دكتور خالد، عايزه بقى اتكلم مع حضرتك عن انواع المخدرات. انا عايزه اعرف ايه اكثرها خطوره، وبعد قد ايه بيبتدي يعني مثلا لو احنا بنسمع دلوقتي عن حاجه خطر جدا والناس كلها بتحذر منها اللي هي البودره او الهيروين، فموضوع الهيروين ده الناس بتقعد تقول لا دي كارثه، دي مصيبه، ده بيدمر خلايا المخ، ده ومع ذلك بنلاقي ناس كتير بتدمن هذا المخدر. عايزه اعرف من حضرتك بقى ازاي حضرتك بترتب اولويات العلاج. طيب هو السؤال ده كويس قوي، يعني خلينا نقول المواد الإدمانية أو شديدة الإدمان أو الـ 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 المجتمع اتعرف عليها وشافها، في حاجات احنا ما سمعناش عنها، أو في حاجات مواد إدمانية موجودة في دول تانية. خلينا نقول الموست بريفيلنت الموجود قوي في مصر عندنا عقار الهيروين. أنا بسميه ذا ماذر أوف دراجز، العقار الأم. مدمر يعني ومالوش نهاية سعيدة أبدا. مسبب للدمار الجسدي والدمار العقلي والدمار النفسي. يلي الترامادول، مع اني النهارده انا بحطهم النهارده في نفس بقى الهيروين بعديه على طول الترامادول. يلي الترامادول دلوقتي النهارده، يعني انا عايز بكلمك بلغه السوق النهارده وكم البيشنس اللي بتيجي تطلب المساعده. كان من فتره، من عشان كده قلت لك من بعد الثوره، او مثلا كان دايما الهيروين هو ايه نمبر 1، دلوقتي النهارده الترامادول احتل المرتبه الاولى زي ما قلنا، ايه لرخص سعره ولسهوله ايه الحصول عليه. تمام. فعندنا هيروين او العقارات الافيونيه، عندنا الهيروين، عندنا ترامادول، بعض الادويه الادمانيه برضو الموجوده في السوق زي المهدئات باشكالها، في بعض الناس بتدمن بعض المهدئات. في عندنا المنشطات زي مثلا الامفيتامينز او كريستال مات، ده برضو مش بريفيلنت قوي في المجتمع. الكوكين او الكوكايين الحمد لله انه برضو ما انتشرش في مجتمعنا، بمعنى في بعض الادويه الافيونيه مش موجوده بكثره، لكن الموجود بكثره قوي الهيروين والترامادول. في طبعا في بعض ادمانات للخمور، بعض ادمانات للمهدئات، لكن المشكله الكبيره فيهم ده ياخدنا المشكله بقى اكبر. الحشيش ده ادمان. الحشيش بص يعني. طيب الحشيش كتعريف
هل تعود ولا ادمان؟ هنقول المدرسة العلمية بتقول ده habituation not addiction، لكن تعالي نقول النهارده الحشيش الموجود المدرسة في المدرسة العلمية بتقول ان ده تعود وليس ادمان. تعود وليس ادمان. حطونا في دايليما ومشكلة كبيرة جدا. طبعا. تمام؟ الناس بقت تحاول عايزة تقنن. يعني تقول انا بشرب حشيش عادي جدا، ايه المشكلة يا جماعة؟ لا تعالي نشوف بقى الحشيش النهارده، الحشيش النهارده مخلوط. أغلبية الحشيش الموجود في السوق مخلوط بمنشطات أو مهدئات. فالنهارده الراجل اللي بيشرب حشيش وبيستنشق المادة المنشطة أو المهدئة بيخش في إدمان. النهارده بنفوجئ إن الراجل بيشرب 10 سجاير حشيش في اليوم، بيصحى الصبح تاني يوم بيدور على سجارة الحشيش، خلاص بقى نمط إدماني. نمط إدماني تمام. خطورته إيه الحشيش؟ طيب حلو قوي النقطة دي. الحشيش بيشتغل على منطقة في المخ اسمها السيريبيلم المخيخ. المنطقة دي مسؤولة عن المشاعر والأحاسيس، بسميها إنسان البني آدم أو إنسان الإنسان. الحشيش بيصيب المنطقة دي بإصابات بالغة. الحشيش حضرتك مصاب رئيسي للاضطرابات الوجدانية بكل أشكالها، اضطرابات القلق والتوتر واضطرابات النوم واضطرابات العاطفة واضطرابات واتخاذ القرار والاهتزاز. مسؤول مسؤولية مباشرة عنه. وفي تاكس كده تاكس في الطب عندنا يقول لك دراج انديوس سايكوز، الحشيش مصاب رئيسي للجنون. في بعض الحالات بتخش في فصام من تعاطي الحشيش. استقبلت مرضى كتيرة جدا مصابة بسكيزوفرينيا، اكيوت سكيزوفرينيا ومانيا من تعاطي الحشيش. انا عايز اوصل رساله للناس، يا جماعه مش هزار. ليه؟ انا لما بيجي لي ويمكن اشرب يشوف الكلام ده حتى كمان في شغل ريهابيتيشن وعاده التاهيل، لما يقول لي بطل او طلعناه من مشكله الترامادول او الهيروين، بيخش معانا في جدليه وفي حرب ونقاش. الحشيش يا جماعه مفيش مشكله. يعني عايزين يعني هو خلاص بقى تعافى من الهيروين من حاجه البلوك الكبير او حاجه بالظبط فيقول انا اشرب حشيش على اساس ان ده عادي مشكله يعني. واشرف يمكن يفهمك ان في اعاده التاهيل لا، لازم هو برنامج الامتناع التام، بمعنى سيجاره الحشيش هترجع لحبات الترامادول، سيجاره الحشيش هترجع لمخدر الهيروين تاني. انا عايز الناس بس يبقى عندها وعي في القصه دي، الاهل والمرضى نفسهم. لان ده ياخدنا لا ده الاهل ده قصه عايزين ندخل فيها بقى بعدين. ده ياخدنا بقى للسؤال حضرتك كنت بتقوليه اللي هي الاعراض الانسحابيه. اللي بيخلي المدمن دايما مش قادر يبطل ليه؟ لان هو وانس ما يبطل المخدر بيخش في اعراض انسحابيه رهيبه. أعراض انسحابية جسمانية وعقلية ونفسية، يعني زي مثلا عقار هيروين أو ترامادول مثلا، آلام في العظم شديدة جدا، ارتشاع، تدميع في العينين، اضطرابات في المزاج، حالات من التهيج والعصبية، اضطرابات في النوم رهيبة، كريفنجز، بيبقى دايما عنده اشتياق للمخدر. فلازم نخدم مرحلة السحب بأدوية متخصصة. بس يا دكتور الأعراض دي بتختلف مثلا لمدمن الهيروين أو الترامادول ومدمن الحشيش. حلو قوي السؤال ده. بتختلف حسب نوع المخدر وكمية المخدر وفترة تعاطي المخدر. يعني بتختلف على حسب النوع. بالظبط. طب برضه عايزني أسأل حضرتك، الأعراض الانسحابية اللي بتبقى شديدة جدا وبنجد فيها صعوبة، الهيروين ولا الترامادول ولا الحشيش؟ طيب افاجئك بقى حضرتك ان الترامادول اعراض صاحبه اصعب بكتير قوي وعلاجه بياخد وقت اكتر من الهيروين. دي بقى حضرتك انا عايز، عشان انا ده شغلي يعني ماي ايريز اوف اكسبرتيز اللي هو شغل السحب. مريض الهيروين بنتكلم في افريج من 4-5 ايام بنعمله التنظيف والديتوكسيفيكيشن بتاعه بقى في منطقه معتدله جدا. مريض الترامادول بياخد معانا وقت. ليه حضرتك؟ بيصل لقد ايه يا فندم؟ يعني اسبوع مثلا، يعني ما بقولش اقل من اسبوع. وحضرتك هو مخدر لعين، الترامادول بيستخبى مني في خلايا الدهنية، ابقى انا بخش بطرب بدواء وهو بيستخبى في خلايا الدهنية. يعني والناس يا ريت يعني تبقى برامج زي دي كتير قوي نوعي بخطوره الماده دي. طبعا لان فعلا انا بشوف فئات عريضه جدا، كل المهن، كل الفئات، كل الاعمار بتاخد ترامادول. والمصيبه كمان انتشر بين السيدات. بين السيدات انتشر كتير. يعني انا طبعا يعني حقائق الحقيقه تخض يا دكتور ومؤسفه، بس خلينا نستكمل حوارنا. بس معانا هاتفيا ياسر، احد المتعافين من الادمان. صباح الخير يا استاذ ياسر. صباح الخير يا فندم، عامله ايه؟ اهلا بيك يا فندم. استاذ ياسر، اولا طبعا انا بهنيك واحييك على انك قدرت تنتصر على الادمان، دي اول حاجه. وعايزه بعد كده تحكي لنا بقى تجربتك مع الادمان بمنتهى الصراحه. انا بس قبل ما احكي تجربتي عن الادمان، انا حابب اشكرك قوي يا مدام مها ودكتور خالد واستاذ اشرف، يعني على يا ريت في برامج زي كده زمان على التوعيه ضد المخدرات. شكرا. بدايه تعاطي المخدرات ليا كانت فضول او حب ربا او اصدقاء السوء او انت كده هتبقى راجل او حب المعرفة. انت بدأت بقى تتعاطى وانت عندك كم سنة؟
حوالي 17 سنة. 17؟ من وانا عندي 15. 17 سنة، اتفضل. وكان التدرج الطبيعي، يعني كان اولها السيجارة وبعد كده الحشيش وبعد كده التابلت البرشام وبعد كده الهيروين. قعدت قد ايه تتعاطى يا استاذ ياسر؟ عندي 42 سنة. يعني انت قعدت من 17 لحد كام، لحد سنك كام بتتعاطى المخدر؟ لحد سن 37 سنة. انا الحمد لله النهارده متعافي بقالي 6 سنين الحمد لله، يعني الفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ويعني جربت كل وسائل، يعني بالدين جربت، بالسفر جربت، بالجواز جربت، بس الحقيقة بالطب جربت. يعني أنا بس يعني حابب أقول للأستاذ خالد، أنا ما بنكرش دور الطب في الأدوية، بس الجزء المرضي أو الجزء الإدماني أكثر من الدواء. المراحل اللي بعد مراحل في مراحل التأهيل السلوكي. طيب. لان انا بخرج اعراض الانسحاب وبعد كده خلاص انا كده خفيت، بس الحقيقه لا. التأهيل بقى الاستاذ خالد كان بيتكلم، الاستاذ اشرف كان بيتكلم عليه. بالظبط. طيب دي مرحله مهمه جدا، يعني دي اهم، يعني تخليص الجسم من اعراض الانسحاب لوحده مش كفايه، يعني لازم متابعة. يعني لازم المتابعه ولازم التاهيل السلوكي والتاهيل النفسي ليه عامل مهم جدا. طيب استاذ ياسر انا عايز اسالك سؤال، ايه اللي خلاك تاخد قرار ان انت تبطل او تتوقف عن الادمان؟ بصي انا هقول لحضرتك على حاجه، ان الواحد يفضل في الدايره المغلقه دهيت، ما بتعملش اي حاجه غير ان انت بتقوم من النوم الصبح تدور على المخدر وتنام علشان خاطر تنام قلقان ان انت تعبان ولا عارف تاكل ولا عارف تشرب، يعني اللي بيحصل ان يبقى في اعتماديه في الحياه كلها على المخدر. فده مش ظريف. يعني مش انا اقصد يا استاذ ياسر، هل حصل موقف معاك خلاك تفوق وتقول لا انا لازم ابطل؟ طبعا لازم الواحد يجيب قاع. ايه اللي حصل؟ يجيب قاع. ايه الموقف اللي حصل معاك؟ هو مش موقف، هي مواقف كتير قوي. يعني اما الاب والام يجيبتوا والحياه تبتدي تتدهور، اكيد لازم الواحد يبقى ياخد وقفه. ممكن الوقفه دي تختلف من واحد لتاني، ممكن كلمه توقفه، ممكن فعل يوقفه، لكن هي مش مرتبطه عند حد معين ازاي او يعني اللي اقصد اقوله ان انواع القيعان مختلفه من واحد للتاني. تمام. طيب استاذ ياسر عايز اسالك، يعني اطلب منك طلب اخير، نصيحه واحده تنصحها لكل واحد لسه ما قررش ان هو يبطل يتعاطى المخدر. يعني النصيحة اللي أقدر أقولها، يعني ليه أنا أبقى عبد أو لعادة أو شوية مفاهيم مغلوطة أنا بلمها من أصدقاء السوق وبلمها من الشارع وبلمها من حتت مش موثوق منها. تمام. يعني لازم يبقى في حتى في الثقافة العامة إن ده هو مرض، مش خلل شخصي. تمام استاذ ياسر، حقيقي ده مرض. استاذ ياسر انا طبعا بشكرك ومره اخرى بحييك على شجاعتك وبحييك على يعني جرأتك في اتخاذ هذا القرار ان انت ترجع تاني لحياتك مره اخرى. استاذ اشرف قال كلمه وعايز اعرف حضرتك بتستعمل الكلمه دي ازاي، ليه انا ابقى عبد للمخدر؟ حضرتك اثناء يعني محاورتك مع المدمنين او اللي بيتعالجوا من الادمان بتستعمل الكلمه دي ازاي؟ عايز بس اوضح حاجه في نفس السياق من اخر كلمه قالها ياسر، اشكره على مداخلته. قصه ان هو الادمان مرض،
يعني في تعريفات كتيرة للإدمان وفي توصيفات كتيرة للإدمان، أقربهم اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو مرض سلوكي. مرض سلوكي تمام، في مشكلة في السلوك إلى جانب إن في سلوكيات بتكتسب مع التعاطي. أنا بشوفتها كتير ومتأكد منها دلوقتي إن أي شخص عنده مشكلة مع الإدمان بيجي عليه لحظات كتيرة عايز ياخد قرار، بيبقى تعبان من جواه مش عارف ياخد القرار، نفسه يبطل، القرار بيبقى صعب جدا. اللي بنقول عليه الموجة بتبقى أكبر منه وأقوى منه، ولذلك إحنا بنتعامل من المنطقة دي مع أي مريض بيخش يتعالج، إحنا بنعتبره مريض. يمكن المجتمع بيوصله نظرة صعبة جدا، بينظر له نظرة سلوكياته الأخرانية اللي هو بيتعامل داخل أسرته، هو عصبي بيكسر، نظرة تدني، وكمان بيخافوا منه. بيخافوا منه، شكله مستهتر، حياته متدهورة. هو ده سبب أستاذ أشرف، يعني هو بيحس إن هو منبوذ من كل الناس هو اللي حواليه، فبيقرر زي ما استعمل نفس الكلمة اللي قالها برضو، حتة ده بيسبب له قاح نفسي. يعني معظم الناس اللي قعدت فترة طويلة شوية في التعاطي أو في الإدمان بآخر فترة التعاطي بتبقى بسبب الألم النفسي، يعني بيشوف الواقع بتاعه، بيشوف تدهور في حياته، قرر نفسه بإخواته باللي حواليه، ده بيتعبوا نفسيا جدا، بيكسروا نفسيا جدا. ولذلك احنا بنبتدي من الحته ديت، ولذلك احنا بنعتبر اي شخص بيخش يتعالج ان هو مريض. ما بحملوش اي مسؤوليه من اللي فات، بالعكس بحمله مسؤوليه على اللي جاي. عايز اخد برضو كلمه من اللي قالها ياسر، حته التاهيل. احنا يمكن معظم البرامج العلاجيه دلوقتي تعتمد على التاهيل. ما تقوليش النهارده ان واحد قعد 10 سنين يتعاطى في 7 أيام ولا في 10 أيام ولا في شهر هيبقى متعافي وهيبقى كويس وهيبقى تمام. لا، في حاجات كتيرة محتاجة تتظبط جواه، في حاجات كتيرة هو محتاج سلوك باص، ده شخص منتهي، سلوك ومفاهيم وحالة نفسية. يعني زي ما الدكتور خالد قال كده، أن بعض العقاقير أو بعض المواد المخدرة مع استخدامها لفترات معينة بجرعات معينة بيخش لي مرضى عندهم اضطرابات نفسية. طيب أنا هعالج الشق الإدماني وهسيب الاضطراب النفسي، مش هينفع، لازم أعالج الاضطراب النفسي. بس انا لازم اعالجهم الاثنين بالتوازي مع يعني؟ مع بعض. في محاور للعلاج. يعني اي شخص بيخش مؤسسه علاجيه او مجتمع علاجي في برنامج علاجي بيحدد طيب محاور العلاج بتاعه، المحور الطبي، المحور النفسي، المحور الادماني، المحور الاجتماعي. ما تقوليش النهارده ان واحد مثلا بيتعافى وكويس وبيتغير واهله يفضلوا يعاملوه بنفس الحته. ما ينفعش النهارده اخلاله بيه التعافي جيده واكلمه عن التعافي وينمي مهاراته وهو اصلا عنده مشكله طبيه. ما ينفعش النهارده اتعامل معاه بتكنيكس علاجيه معينه وهو عنده اصلا اضطراب نفسي محتاج علاج دوائي وعلاج وطبيب نفسي. فالبرامج العلاجيه المتكامله اللي بتقدم خدمات لاي شخص بيخش يتعالج هي البرامج العلاجيه بتحقق نتائج. تمام، انا هعود الى استكمال هذا الحوار، ولكن اسمحوا لنا نخرج لفاصل سريع مشاهدينا، نستكمل هذا الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا.